السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة، حيث نسعد بكم وبالتواصل معكم من خلال آخر ما استجد في صحافتنا الرياضية المحلية من قراءة وتعليقات وأخبار، وأيضا للرأي حضور في هذه الحلقة من خلال مقال اخترناه لكم، وسوف نتعرف على عناوين هذه الحلقة الرئيسية، قبل ذلك فقرة المنشط، وقبل ذلك الضيوف الكرام الذين هم معنا في هذه الحلقة، وبإمكانكم التواصل معنا مشاهدي الكرام من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن. ضيوف هذه الحلقة هم الزميل أسامة أنعمة الإعلامي الرياضي الذي يتواجد معي في داخل الاستديو، حياك الله أبو زياد. هلا أخوي خالد، مسي عليكم، مسي على المشاهدين الكرام، ومسي على الزميل قد ما قبلك الزميل أبو بكر، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله. حياك الله. الترحيب موصول مشاهدي الكرام بالزميل العزيز القدير الأستاذ عثمان أبو بكر مالي الإعلامي الرياضي من مكة، حياك الله أبو بكر. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير أخوي خالد، مساء الخير لك ومساء الخير للزملاء الكرام ومساء الخير للزميل العزيز أسامة، وأيضا أمسي بالخير على المشاهدين الأكارم. حياك الله أبو بكر. إذن فقرة المانشيت مشاهدي الكرام هي أولى فقرات هذه الحلقة. طبعا في صحيفة الرياضي أزمة قلبية وهبوط اضطراري في الأهلي، ورجعت ما أحلى الرجوع، ورجعت ما أحلى الرجوع إليه، العميد يستقبل أسطورة الاتحادية والرئيس يغوص وسط الجماهير. أما في صحيفة الرياضية الرئاسة العامة تتفاعل مع رؤية 2030 تمهيدا لإقرار المشروع، لإقرار مشروع الخصخصة، إعلان قوائم الأندية المالية بالديون، وأيضا المجانين يسهرون حتى الصباح ويغنون لبطل الدوري هلا يمطول الغيبة. وفي صحيفة النادي دامت أفراحك يا ملكي، حشود اتحادية تستقبل نور وتحتفي بعودته بتيفو هنا الأسطورة. كان هذا هو المتاح والمختار لنا من قبل الزملاء في الإعداد في فقرة المانشيت، والتي نطلع المشاهد الكريم عليها، وأيضا نطلب من ضيوفنا الكرام التعليق على هذه المانشيتات التي تابعناها قبل قليل. أود أن أذكر بإمكانكم التواصل مشاهدي الكرام معنا من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن، وأعتقد أني ذكرته في السابق ولكن يمكنني نسيت أو ما نسيت، لكن بإمكانكم التواصل معنا من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن. أبو زياد، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن المانشيت الرئيسي ويمكن الأساس يمكن الآن جالسين نتكلم عنه هو موضوع يمكن العنوان الرئيسي اللي هو رؤساء الاتحادات أو لجنة. أنت ذكرت لي بالنسبة للأهلي أو ذكرت بالنسبة للرؤساء الاتحادات الخليجية، اللي ما حددت البداية بالضبط ايش هي، مجموعة من المانشيتات. فلعل يعني انا اقول أنا, معك الآن. انا اقول بداية يمكن هي رجعة الاهلي او رجعة يمكن الشيء اللي كان الاهلاويين يمكن في السنين الماضية اللي كان البحث الاساسي عنه هو بحث بطولة الدوري، لعل الغياب 30 او 32 سنة الجمهور الاهلي تجسد السنة هذه من خلال تحقيق اللقب. الاهلي كان يستحقه في سنوات ماضية عندما كان يصل المنافسة، وصل أمام الشاب ولم يوفق، العام الماضي كان في الأمتار الأخيرة هو النصر ولم يوفق، السنة هذه بدل الأهلاويين جهد، وأنا في تصوري
انه من يقول إن يعني ومن يتحدث انه الاهلي فقط السنه هذه يقول لا، هو يسمونها تراكمات للسنوات الماضيه خالد. استطاع الاهلي في النهايه ان يظفر في الناتج الاخير وهو الحصول على بطوله الدوري. الست اسابيع الماضيه انا اقول هي يمكن من شاهد الاهلي يعطي يقين كامل انه الاهلي هو من سيكون الفارس الاخير لهذه البطوله وبالتالي يتوج ببطوله الدوري. طيب تفضل ابو اسامه، انا بسالك فيما يتعلق ابو زياد بسالك عن توزيع الاخبار في المانشيتات او المواضيع. يعني لو لاحظنا يعني الاهلي بطل الدوري، لاحظنا ان الاهلي يحظى بمساحه كبيره من المانشيتات في الصحف الثلاثه كلها، ايضا عوده محمد نور. يعني من وجهه نظرك انت كصحفي، بحسك الصحفي، يعني اذا تحدثنا عن موضوع عوده نور وعن موضوع فريق تحقق بطوله بعد غياب يعني تجاوز العقدين مثلا او ثلاثه عقود، نعم، اذا جاز التعبير، يعني ايهم تجد انه يحظى؟ والله خالد انا يظهر لي لو بنتكلم من يحظى بهذا الحظوظ انا اقول الاهلي يحظى لسبب حقيقي. الاهلي مثل ما قلت الفريق يغيب فتره طويله عن تحديد عن بطوله محدده وهي بطوله الدوري ويرجع الاهلي. يعني احنا الكلام هذا يوم الاحد حقق فوز على الهلال، واحنا اليوم الاربعاء، يعني فقط ثلاث ايام، بالتالي يعني يفترض انه يكون هناك ايضا ك يعني متابعه لكل دقيقه وصغيره في داخل البيت الاهلاوي لمعرفه هالانجاز كيف تحقق وكيف حصل عليه الاهلاويين سواء من اجهزه فنيه او اداريه او حتى بالنسبه للاعبين. كل هالاشياء انت كاعلام او كصحافه يفترض انك تطلع خلف الكواليس لهذا النادي. محمد نور طبعا عودته لا شك انها طبعا هي يعني تعتبر عوده مميزه، ولكن لو نظرنا في الجانب الثاني لم تكن عوده نهائيه، يعني خلينا نكون اكثر وضوح، يعني لا زال في استئناف عند وادو، يعني حتى صح الاتحاد لهم الحق انه يحتفلون به امس وعوده للتدريبات ودخوله مع الفريق، ولكن برضه لا زال فيه يسمونه خط رجعه، يعني توقع من اي او في اي وقت انه الكاس يطلع بخبر قد يكون سلبي على محمد نور او قد يكون ايجابي، قد يؤكد انه لا يستحق محمد نور انه يعود، بالتالي ما حدث له كانت اجراءات غير صحيحه، او قد تكون العكس انه يقول لا محمد نور عقوبته مستمره بالتالي ياخذ الاربع سنوات، يعني لا زال فيه يسمونها نوع من عدم الوضوح وعدم الاستقرار. طيب بالعكس الاهلي لحسم وهو واخذ بطوله الدوري. طيب كريزي الاتحاد، قبل ان انتقل للزميل عثمان ابو بكر مالك، كريزي الاتحاد يعني في تغريده له يعني كانه يرد على ما ذكرته مؤخرا حول عوده القائد محمد نور، يقول عوده القائد محمد نور اسعدت الكثير من الاتحاديين وهذا دليل بان نور خالي من كل الامور، تحياتي لك خالد. انا قلت لك انا ما اقدر خالد اني اجزم، انا بامكان اقول نعم نور نجم واسطوره اتحاديه يستحق انه يحتفل به كل شخص، ولكن في نفس الوقت يا خالد ما اقدر اني اجزم جزم كامل نور انتهى موضوع، لانه في المقابل قد نفاجئ، قلت لك الكاس في لحظه من اللحظات ترسل بيان كامل انه محمد نور بريء براءه كامله او محمد نور يواصل عقوبته، لذلك لا صار بعكس انك لما تفرض للاهلي، الاهلي خلاص محسوم امره، فريق حق البطوله ويعني خلاص شيء رسمي، انتهينا من مساله انه والله احتمال لا لما يفوز على هذا الاهلي محسوم وانتهى، لذلك افراد له الصفحات وافراد له الاحتفاليه يستحقها الاهلي. محمد نور قلت لك يعني الاتحاديين احتفاليتهم فيه امس شيء طبيعي انه يحتفلون فيه، ولكن لا زال يديهم على قلوبهم لانهم لا زال في قرار باقي لدى الكاس، يا تبرئه كامله يا رجوع للمربع الاول وهو ايقاف الاربع سنوات. طيب استاذ عثمان، يعني في التعليق على المنشطات التي ذكرناها قبل قليل، انا ما اطلب منك تعلق على ما ذكره الزميل اسامه، ولكن بحكم انه يعني عندك خلفيه وادق التفاصيل كما ذكر الزميل عبيد كعدور في تغريده عن خوافي وبواطن الامور الاتحاديه ومنها المديونيات التي على نادي الاتحاد. إذا تكرمت علينا وتحدثت عن هذه النقاط، بودي أن تحدثنا أيضا عن حقيقة عودة محمد نور، هل ما زال الأمر محسوم؟ ما هي حقيقة هذا الاحتفال والاحتفال الذي يعني وجده محمد نور وليس غريبا في نادي الاتحاد؟ هل هذا يعطي دلالة على أن محمد نور سوف يشارك فيما تبقى من الموسم الرياضي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شوف خالد، أنا من وجهة نظري أولا بالنسبة للمانشيتات، أنا أعتقد أنه المنشط الحقيقي اللي يعني
يمكن أن يلامس الجميع هو المنشط اللي يتحدث بصفة عامة، يعني لا يتحدث عن جانب معين أو يتحدث عن نادي معين. يعني مع فرح الجميع وتقديرهم لما وصل إليه النادي الأهلي وتحقيقه للبطولة، تحقيقه لبطولة الدوري، إلا أنا أعتقد أنه بعد 3 أيام أن يكون الأهلي هو منشط رئيسي، أنا أعتقد أنه هذا يعني ضعف مهني في اختيار المواضيع، لأنه إحنا لا نتحدث الحقيقة عن تتويج فريق بالدوري، التتويج لم يتم بعد، نتحدث عن فريق حسم الدوري، وأعتقد أنه أن يحتل هذا العنوان المنشطات والصفحات الرئيسية الأولى خلال 3 أيام، أعتقد أنه هذا يكفي. حتى الأهلاويين لو سألتهم أعتقد أنهم قالوا أنه هذا يكفي، لأنه يجب أن يترك ما هو يتحدث عن تفاصيل التفاصيل عندما يتوج وعندما يتسلم درع الدوري، هو الآن فقط حسم الدوري. الأمر أيضا بالنسبة لموضوع محمد نور وعودة محمد نور، هي يعني ما حصل أمس ليست عودة للاعب، إنما هو عودة اللاعب للتمارين. يعني قرار العودة كان قبل يعني أسبوع تقريبا، ونشر وأخذ مساحة الكافية وفرح الجميع، وبدأ يعني يفرض اللاعب من جديد تاريخه ووضعيته ومكانته، وأعتقد أنه كان ذلك يكفي. إنما هو يوم أمس كان هو يعود إلى التمارين، ربما أنه المسألة اللي كانت يفترض من وجهة نظري لو كنت أنا أضع عناوين مسألتين رئيسيتين، يعني موضوعهما يتجاوز الجزئية اللي يمكن الحديث عنها. المسألة الأولى هي الرؤية الوطنية، وأعتقد أنه تصريحات الرئاسة العامة لرعاية الشباب في هذا الموضوع والعمل على مواكبة هذه الرؤية، أعتقد أنه هذا الجانب هو اللي كان أو هو من وجهة نظري هو الذي يستحق في الواقع أن يكون المنشط الأول والرئيسي، لأنه لا يتحدث عن نادي ولا يتحدث عن لعبة، وإنما وأيضا حتى لا يتحدث عن فيها، إنما يتحدث عن المجتمع بصفة عامة، وما ما قيل الآن عن محاولة رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع السعودي ككل يعني خلال سنوات الرؤية، وأيضا ما تحدث به الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب عن مواكبة الرئاسة العامة لهذه الرؤية. وإن كنت أنا أعتقد أن الرئاسة العامة الحقيقة في وضع الحالي لا تستطيع أن تواكب هذه الرؤية، لأن هذا الجهاز من وجهة نظري هو جهاز يعني جهاز الآن مترهل وبطيء وبطيء في منهج يعني بشكل بطيء وبيروقراطي بشكل كبير، يحتاج حتى أن يتمكن من مواكبة هذه الرؤية والتمشي مع خلال السنوات الماضية إلى متغيرات كثيرة جدا في هذا الجهاز. وأعتقد أن الأمير عبد الله بن مساعد نفسه قبل ظهور هذه الرؤية بشكلها يعني كان شكى في الواقع من الترهل في الرئاسة العامة للشباب، وله تصريحه المشهور اللي أذكركم به عندما قال أنه بعد ورشة عمل عملت لقيادات في الرئاسة العامة للشباب وحضرها جميع مدراء مكاتب الرئاسة العامة للشباب، الشباب قال لو كنت أملك قرارا لذهبت بالغالبية العظمى من مدراء مكاتب الرئاسة العامة للشباب إلى المتحف. ومكاتب رعاية الشباب هي الذراع الأقوى والرئيسي في الواقع في الحركة والعمل في الرئاسة، وأعتقد أنه لذلك يعني الرئاسة بحاجة إلى متغيرات كثيرة. الغريب أنه خلال 2 كاملين لسمو الرئيس العام حتى الآن لا نلمس في الواقع تغييرات في هذه الأزرع القوية التي يتضرر منها العمل الرياضي، والتي أشار إليها بصريح العبارة سمو الأمير في أول حديث له عن مكاتب الرئاسة العامة للرعاية الشباب لا تزال كما هي، رغم أنه الأمير عبد الله بن مساعد بعد شهر بالضبط بعد شهر أو شهر وعدة أيام في 28 من شهر شعبان القادم سيكمل 2 كاملين في 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 منصبه. هذه الناحية. الناحية الثانية طبعا العمل الرئيسي والمنشط الرئيسي الثاني من وجهة نظري، أو حتى يمكن أن يكون المرادف، هو تأجيل انتخابات نادي الاتحاد. ليست مسألة التأجيل فقط، لأنه التأجيل هي مسألة ليست جديدة حتى بالنسبة لنادي الاتحاد، هذا التأجيل الثالث خلال شهر فقط، لكن الأسباب في التأجيل، المدينات التي طيب. وصلت إلى أكثر إلى ما يزيد على 260 زميل مليون زميل عثمان. وخلفيات هذه المدينات والأسباب الرئيسية في التأجيل زميل عثمان، ترى فيه عنوان كامل في صحيفة الجزيرة عن هذا الموضوع، احنا راح نتطرق له، الا اذا انت حبيت تتكلم عنه فما عندنا اي مشكله، لكن راح تتاح الفرصه فقط في الحديث عن الزميل اسامه فقط.
لا في كله في كل شيء في وقته حلو يا اخي. خلاص طيب اذا خلينا نتحدث عن المديونيات ان شاء الله راح نتكلم عنها في الموضوع، لكن عودة نور ذكرت انها يعني هي عودة للتمرين وليست عودة مؤكدة للمشاركة، هل هذا الكلام صحيح استاذ عثمان؟ نعم، هو القرار التاريخي بالنسبة للاعب واللي احتفل به واحتفى به محبوه وكل المنصفين والعقلاء في الواقع والراغبين في رياضة نقية وفي أجهزة تعمل بأمانة وبعدل. هو كان عندما صدر بيان لجنة الاستئناف في لجنة المنشطات بتعليق بشكل أدق تعليق عقوبة اللاعب وانتظار فترة الاستئناف التي يعني حددت ب 21 يوم وحتى يصدر القرار النهائي في ذلك اليوم. أنا أعتقد أنه كان ذلك هو فعلا المنشط التاريخي، المنشط الرئيسي والموضوع الحديثي والقصة الصحفية لكل وسائل الإعلام. لكن عودة اللاعب إلى التمارين يوم أمس أنا أعتقد أنها يعني أقل كثيرا من أن تكون منشط يحاكي قرار العودة عندما صدر. طيب أستاذ عثمان، يعني الاتحاد مقبل على مرحلة هامة، مباراة قد تكون مصيرية أو أنها مصيرية قد تحدد مستقبل الفريق هذا الموسم. الفريق خرج خالي الوفاض من البطولات بانتظار الحظوظ والأمال المعلقة في دوري أبطال آسيا. كأس الملك يعني يمكن هو المحطة القادمة لنادي الاتحاد. ظهور هذه التغطية الإعلامية لعودة محمد نور وأشغال الجمهور والإعلام واللاعبين، ألا ترى أنها يعني ليست في صالح الاتحاد الآن في هذه الفترة الحرجة؟ والله أنا أعتقد أنه فتح المدرجات وللجمهور الحضور في هذا التوقيت بعد أن كان مقرر أن تكون التمارين مغلقة هو ربما هو استشراف من الإدارة وقراءة لها من القرار اللي صدر في نفس اليوم ومحاولة لعبة من اللعبة الإدارية التي تمارس في الواقع لإشغال الجمهور عن حقيقة القرار الذي صدر بالتعليق أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات وتأجيلها حتى إلى إشعار آخر بسبب المديونات الكبيرة التي يعني في الواقع أعتقد أنها فاجأت الرئاسة العامة على الشباب وكانت بالنسبة للكثيرين كارثة، وإن كانت هذه الكارثة أول من أسهم فيها وأول من تسبب فيها هي الرئاسة العامة ورعاية الشباب بالذات ثم إدارة النادي الحالية. واعترف رئيس النادي يوم أمس في تصريحات إعلامية أنه الديون بلغت 260 مليون والأكيد أنها هي أكثر من ذلك، وأعتقد أنه هو أول رئيس اتحادي يعترف بالديون رقميا على الرغم من أنه هو عندما جاء كان هدفه الرئيسي و شعاره الانتخابي الذي كان يرفعه هو إنقاذ النادي وتسديد الديون. الديون كانت 130 مليون والبعض يقول 140 مليون والبعض وصلها إلى 170 مليون، وكان شعار الرئيس الحالي إبراهيم البلوي هو إنقاذ النادي، كان سمى إدارة الإنقاذ إنقاذ النادي من الديون وتسديد تلك الديون 170 مليون إذا قلنا الحد الأعلى. وله تصريحات في الموجودة الآن في اليوتيوب وتتداول هذه الأيام في تويتر أنه خلال 6 أشهر 170 مليون تصبح صفر والديون تصبح معدومة، فإذا بنا نفاجأ بعد 30 شهر أنه هذه الديون زادت وأصبحت 260 مليون، بمعنى أنه لم يتم من وجهة نظري تسديد أي شيء من هذه الديون بل العكس. ولاحظ أنه هذه الديون زادت وصلت إلى هذا المبلغ، وهناك كما يقول ربما انا استبق الاحداث لا عموما ما دام استبقت انا الان بطلب من الشباب انهم يغيرون في ترتيب العناوين بعد ما نتعرف على العناوين الان، يعطونا العنوان اللي في صحيفه الجزيره يعني حتى ما نقطع افكارك وتستكمل ما ذكرته حول هذا الموضوع. استاذنك واستاذن ابو زياد والمشاهدين الكرام للتعرف على العناوين وبعدها نأخذ صحيفة الجزيرة كأولى العناوين أو كأول عنوان لنا في هذه الحلقة. في صحيفة المدينة رؤساء الاتحادات الخليجية في الدوحة لتقرير مصيري خليجي 23.
وفي صحيفة الجزيرة الرئيس العام طالب بالمزيد من المراجعة والتدقيق، ديون الاتحاد الضخمة تؤجل انتخابات الرئيس الجديد. أما في صحيفة الرياض، جروس تدرب أو تفرغ للتدريب واليوناني للتأديب كذبة إبريل، دونيس مدرب كبير. طبعا هذه هي العناوين بالإضافة إلى المقال الذي سوف يكون معنا إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الحلقة، وسأعود للتغريدات التي وصلت قبل قليل ومنذ بداية البرنامج. ولكن قبل ذلك نتعرف على الخبر الأول الذي معنا في هذه الحلقة، وهو من صحيفة الجزيرة. طبعا في صحيفة الجزيرة، أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب تأجيل الانتخابات المقررة عقدها لانتخاب رئيس ومجلس إدارة نادي الاتحاد في 22 من شهر شعبان، وتكليف لجنة لحصر وتدقيق الوضع المالي للنادي. وجاء في بيان صادر أن الرئيس العام بعد اطلاعه على تقرير الوضع المالي لنادي الاتحاد المعد من اللجنة المكلفة بتدقيق حسابات النادي وما حمله من مديونيات عالية تتطلب المزيد من المراجعة والتدقيق من قبل الرئاسة ولضمان الدقة في مثل هذه التقارير لما تشكله من أهمية لمستقبل النادي وما تتطلبه من معالجات مناسبة ولمزيد من الشفافية والوضوح. وأعلن ذلك رغبة في ترشح الكفاءات القادرة على وضع خطة عمل تجنب النادي أي مخاطر قادمة عليه. فقد قرر الرئيس العام ما يلي: أولا، تأجيل انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المقررة في 22 من شعبان لوقت لاحق. ثانيا، تكليف لجنة لحصر وتمحيص الوضع المالي وفقا لما يلي: تتكون اللجنة من وكالة شؤون الشباب برعاية الشباب، وكالة شؤون الرياضة برعاية الشباب، والإدارة القانونية برعاية الشباب. طبعا استاذ عثمان، عودا على ما ذكرته في بدايه هذه الحلقه، وبضيف عليه سؤال: لماذا اتخذت الرئاسه هذا القرار؟ ولك الحريه في الاسترسال والحديث عن ما توقفنا عنه في حديثك السابق. طيب، لماذا اتخذت الرئاسه هذا القرار؟ انا اعتقد انه اتخذت القرار بعد ان شعرت لاول مره بحجم الكارثه الكبيره في نادي الاتحاد خلال العامين الأخيرين، وأيضا لأنها ربما تريد أن توقف التخبط الذي تعيشه الرئاسة في التعامل مع هذا الملف، ليس ملف نادي الاتحاد فقط وإنما ملف الجمعيات العمومية. واضح أن هناك تخبط كبير في الواقع. من من التخبط؟ تخبط من الرئاسة العامة على الشباب، وأنا أقول لك ليش. يعني طبعا أنا قلت في البداية أنه هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها الرئاسة الانتخابات، إنما خلال شهر أجلت الرئاسة بطريقة أو بأخرى الانتخابات 3 مرات. يعني في شهر ديسمبر، نهاية ديسمبر أو خالد أو 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 أوائل شهر يناير، كانت الرئاسة قررت إقامة استدعاء الجمعية العمومية وإقامة الجمعية العمومية. أعتقد إن لم تخن الذاكرة، أنا ما رجعت للملفات، في 19 يناير. ثم فجأة عادت الرئاسة وأعلنت تأجيل وعدم إقامة الجمعية العمومية بحجة أن الأمور القانونية والمسائل المالية لم يتم في الواقع التوصل إليها. في بيان إقامة الجمعية، ذلك البيان يعني تحديد الموعد الأول، كان بيان الرئاسة يقول أنه تم مخاطبة نادي الاتحاد بأربعة خطابات، وطلب منه خلال العامين انه اقامه الجمعيه، طلب من الاداره اقامه الجمعيه خلال العامين، لكن اداره الاتحاد لم تستجب. يعني تصور انه الرئاسه العامه رعايه الشباب، الجهه المسؤوله عن النادي، الجهه المسؤوله عن تنفيذ اللائحه، لائحه الموحده للانديه، تقول انه اداره النادي لم تستجب ورفضت اقامه الجمعيه العموميه خلال العامين رغم الخطابات التي وصلتها. وهناك نص في اللائحه موضوع موجود في حالة عدم إقامة جمعية عمومية فترتين متتاليتين، ما هو القرار وكيف يمكن التعامل؟ لم يحدث هذا من الرئاسة. المهم، تأجلت الجمعية في ذلك الوقت بحجة القوائم المالية. ثم فجأة
في بداية شهر إبريل عادت الرئاسة وأعلنت أنه الجمعية العمومية ستقام وسيقام معها انتخابات رئيس النادي ومجلس الإدارة وبدأ وفتح فترة وضع جدول زمني وفتح باب التقدم للترشيحات اعتبارا من 3 رجب الجاري إلى كان مفترض إلى يوم الأحد الماضي يتم قفل باب الترشيحات. قبل ذلك الموعد طلع بيان إلحاقي من الرئاسة العامة على الشباب يقول إنه القوائم المالية أصبحت شبه جاهزة وأنها ستكون جاهزة قبل قفل باب الترشيحات وستعطى لمن يتقدم ويرشح نفسه. كان هناك كثير من اللي راغبين وذهبوا لمساءلة اللجنة وبالتالي كانت لهم استفسارات لم يجدوا لها إجابات. فجأة يوم السبت الماضي أعتقد صدر قرار من الرئاسة أيضا بتمديد فترة التقدم للانتخابات. يوم السبت الماضي تم تمديد فترة التقديم للانتخابات من يوم الأحد الماضي إلى يوم الجمعة القادم. أمس يصدر بيان آخر يؤجل الانتخابات حتى إشعار آخر ويقول إنه السبب هو القوائم المالية والمديونات اللي وصلت 260 مليون واللي في شهر ديسمبر تأجلت الاجتماعات بسبب هذه القوائم المالية. في شهر يناير تم الإعلان عن البرنامج الزمني للانتخابات وأنه القوائم المالية ستكون جاهزة قبل قفل باب الترشيحات وعلى صح ستعطى للمرشحين قبل شهر كامل في 22 شعبان وموعد الانتخابات في 22 رمضان. هذا اللي أعتقد أنه اللي يسمع هذا التسلسل باختصار أعتقد يوافقني على أنه هناك تخبط إداري في التعامل مع هذا الملف من الرئاسة العامة على الشباب وتحديدا طيب. من اللجنة العامة للانتخابات من وكالة الوزارة لشؤون الأندية وعلى رأس المجموعة مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب. في تبعات الحديث اللي انت ذكرته قبل قليل، يعني كان في هناك مجموعة من الآراء، يعني أذكر لك أستاذة صنعت قرار تحدثت وذكرت يبدو أن ضيوفك أزعجتهم عودة نور، كما أن مالي طبعا الجزء اللي خصك، كما أن الأستاذ عثمان مالي أخذ يغالط نفسه، نسي المتسبب في الديون هي إدارة جمجوم، أبلغ لا يستعجل. لا أنا تحدثت خالد، هم يقولوا أنه المتسبب في الديون إدارة جمجوم صحيح. الكلام اللي ظهر عندما ذهبت إدارة الفائز هي على الأصح وليست إدارة الجمجوم، إدارة الفائز هو اللي كان رئيس النادي، قيل إن الديون 130 مليون و 140 مليون وعلى حد ذكر إنه الديون 170 مليون وهذا موجود ومثبت، يعني موجود في الأجهزة يا خالد، أي أحد الآن يدخل على جوجل يلاقي هذه موجودة بتصريحات مسجلة من رئيس النادي إبراهيم البلوي من منصور البلوي إنه ديون الإدارة السابقة 170 مليون. نحن نسلم بذلك، وأيضا الجمعية العمومية اللي سلم فيها إبراهيم البلوي رئاسة النادي وتحدثوا بعض خبراء الجمعيات العمومية والقوائم المالية وعلى رأس منير رفة إن هي كانت أحسن جمعية عمومية شفافة في نادي الاتحاد. طيب. ذكرت إنه ديون 140 مليون، خليها 170 مليون، هذه الإدارة جاءت وكان شعارها إنقاذ النادي وتسديد تلك الديون. طبعًا وكان والتصريحات موجودة، اسمح لي خالد أنا طبعًا. ما أسمعك، والتصريحات تقول موجودة أيضًا إنه خلال 6 شهور ستكون الديون صفر وتكون معدومة. طيب. الآن إحنا نتحدث بعد 30 شهر ورئيس النادي طلع وقال الديون وصلت 260 مليون، ولاحظ 260 مليون في العام اللي هو يعتبر من أحسن الأعوام في تاريخ الاتحاد، دخلت إيرادات رسمية إلى النادي، أذكر ببعضها يعني. تفضل. دخلت إلى النادي مثلا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اللي كانت أعتقد 10 مليون، 10 مليون لكل نادي، لكل نادي. دخلت إلى إدارة النادي إيرادات مشروع جزر البندقية وكانت 18 مليون. نادي الاتحاد هذا الموسم بالإجماع أكثر عام في تاريخ النادي، في تاريخ النادي 90 عام يدخل إلى خزينة النادي دخل من مباراة كرة القدم بفضل ملعب الجوهرة وسعته الكبيرة وبفضل إقبال الجماهير الاتحادية على هذه المباراة وامتلاء الملعب عن بكرة أبيه، وأيضا بفضل رفع سعر التذاكر 3 مرات في بعض المباريات الهامة، وصلت التذاكر إلى 45 ريال ما يقارب 30 مليون حتى الآن اللي دخلت على النادي ما يقارب وربما هي تزيد
دخلت على النادي من تذاكر المباريات، ومع ذلك تصل الديون الى 260 مليون. ولاحظ هذا 260 عفوا استاذ عثمان، هذا 260 المعلن، انت ذكرت انها ممكن تكون اكثر من كذا. انا بقول لك يعني ما ذكر انه احد وارجو باختصار عشان اعطي الزميل اسامه ما ذكر احد الاسباب انه هناك هناك سندات ماليه مفقوده، وانه هناك يعني اوراق ماليه مفقوده، بدليل انه اللجنه اللي شكلت لمراجعه هذه المدينات في قرار في البيان اللي صادر انه سيتم الاستعانه او سيكون من ضمن اللجنه بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكره القدم ودوري رابطه المحترفين. ما علاقه الاتحاد السعودي طيب لكره القدم السندات؟ بس هذه نقطه مهمه جدا لازم اذكرها يا خالد عشان المشاهد، لان في نقطه ثانيه نقطه مهمه اسمح لي بس دقيقه. يعني ما علاقه الاتحاد السعودي لكره القدم ورابطه دوري المحترفين بانتخابات نادي الاتحاد والجمعية العمومية؟ الرابط هنا هو أن هناك إيرادات من رابطة دوري المحترفين لنادي الاتحاد ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي الاتحاد، هذه سنداتها مفقودة. طيب. وبالتالي أعتقد أنه هذا هو الربط للوصول إلى أصول هذه السندات والأوراق المالية الموجودة في أي إدارة مفقودة هذه السندات؟ سؤالي في أي إدارة مفقودة هذه السندات؟ إذا كانت الحديث عن هذه على الفترة هذه، الإدارة السابقة يا خالد في الجمعية العمومية اللي صارت في 18 ديسمبر 2014 كان في جمعية عمومية وكان في قوائم مالية وصفت بأنها شفافة ومن أحسن القوائم المالية اللي طرحت، وعلى ضوءها وصلت الديون إلى 170 مليون كما يقولون، يعني رغم أنه في كما ذكر 170 مليون بسبب أنه في الجمعية العمومية. وبالتالي الحديث كله في هذه المدينات بالتأكيد هو في الفترة من بعد طيب 19 ديسمبر 2014 إلى اليوم. طيب يعطيك العافية، شكرا دكتور، شكرا أستاذ عثمان على ما ذكرته في هذا الموضوع، وإن كنت أطلت كثيرا ولكن بالفعل يعني أفدتنا وذكرت نقاط في غاية الأهمية. أنا ما راح أسألك أسامة أي سؤال. لا بس أنا عندي جزئية يمكن يعني يمكن أكد مع الأستاذ عثمان، وهو جزئية انه صحيح يعني انت الان مكتب الرعايه يعني الرعايه في منطقه الغربيه مكاتب المناطق؟ لا منطقه غربيه تحديدا، انت لما وذكرها الزميل عثمان لما انتم اجتمعتوا وجلستوا تشوفون القوائم جلستوا تشوفون كل هالاشياء، يعني ليش يعني ما كان عندكم؟ احنا الان اجت الانتخابات في الفتره الاخيره هذا بحكم ان الديون وصلت الى 260 بعد اعلانها من رئيس الاتحاد ابراهيم الدوي. طيب من الاول القوائم ليه كيف تمت المصادقه والله تجرى انتخابات ويغلق الوقت وتحدد الـ 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 يعني المواعيد، ليش ما كانت من اول انه وين الديون هذه؟ يعني الديون مثل ما قال الزميل عثمان انه 170 مليون وين راحت وشلون قفزت الى 260 خلال بس الفتره الحاليه رغم الاشياء اللي دخلت اداره نادي الاتحاد اللي 10 مليون و18 مليون و30 مليون تذاكر ومكرمه الملك سلمان، كل هالاشياء وين راحت؟ وفي المقابل كيف انت يا مكتب رعايه اجزت لك الانتخابات انها تتم، ثم انت دخل الرئاسه العامه للارشاد بعد ما عرفت ان المبلغ 260 قالت لا وقفوا الانتخابات خلينا نشوف شو الوضعيه، اذا في خلل معين ما احنا جالسين نفهم يعني من في هالجزئيه، هل مكتب الرعايه مو جالس يعني يعمل بالشكل اللي الواضح؟ هل الرئاسه العامه للارشاد انها يعني ما هي جالسه يعني تعطى ما نبدو كذا الرئاسة تعطى بيانات دقيقة بالتالي هي جالسة تقرر أشياء بناء على ما يرد لها؟ يعني الصورة غير واضحة في موضوع الاتحاد، ولكن أنا في تصوري المبالغ اللي ظهرت الآن يفترض يكون مسألة رمي التهم على كل إدارة، يقول الله إدارة الجمجوم إدارة، لا يفترض أن كل إدارة تلتزم بما تم عندها، يعني حتى يكون فيه نوع من الاتحاد الآن طالب قرض الآن أو جالس يسدد الآن قرض ب 60 مليون، إذا مش كيف بيصير وضعية الإدارة القادمة؟ كل هالأشياء يفترض أن يكون فيها وضوح ويكون فيها تدخل، يعني خلينا نقول صار حتى لو يوصل الأمر أنه يحرم أي رئيس يترشح من الرؤساء السابقين اللي كان عنده مشكلة مالية في نادي الاتحاد ويعطى الرئاسة لرئيس جديد. طيب أستاذ عثمان بعود لك في تغريدة فيها استفسار من سعيد المعبدي، يقول هل يعتبر عثمان مالي رعاية الشباب متخبطة برئاسة الأمير عبد الله بن سعد بسبب الاتحاد فقط أم على كل صعيد؟ لا احنا طبعا الآن نتكلم عن ملف نادي الاتحاد ونتكلم عن ملف
ملف الانتخابات. نعم أنا أقول في موضوع نادي الاتحاد هناك تخبط من الرئاسة العامة رئاسة الشباب. وذكر الزميل أبو يزيد معلومة مهمة، أنه هذا التخبط من وجهة نظري ربما قرارات تصدر من الرئيس العام رئاسة الشباب بسبب المعلومات التي تصله. وأنا أقول نعم واضح تماما، نحن نثق في الرئيس العام ويعني نثق في حرصه على كل الأندية، لكن واضح أن المعلومات التي تصل إليه هي معلومات مضللة، ومع احترامي الشديد أنا أقول بل إنها معلومات كاذبة في بعضها، وسأوضح ذلك. طيب. يعني وأترك الحكم اتفضل. لكم وللمشاهد اتفضل. يعني عندما أعطي وافق الأمير على إعطاء على حصول نادي الاتحاد على قرض من البنك لتسديد الديون الخارجية اعترض بعض أعضاء الشرف. أنا كنت حاضر اجتماع كان لسموه في جريدة عكاظ، وكان الأستاذ أحمد مسعود وأعضاء شرف آخرين كبار موجودين، وكان من ضمن نقاشهم معه أنه إحنا أعضاء شرف في النادي لا نعلم عن هذا القرض ولا نعلم عن، فقال سموه أنه هناك مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية السعودية هو كان مسؤول عن هذا، وهو يعني حصل على موافقة كبار أعضاء الشرف. كبار أعضاء الشرف عندما نجتمع معهم ونجلس معهم يرفضون هذا، أنه كان على علبهم، هم ربما لا يرفضون أن يحصل النادي على القرض، لكن يعتقدون أنه كان يفترض على الأقل أن يمر أن تمر الموافقة أولا من الجمعية العمومية، وأن يكون لدى أعضاء الشرف الكبار علم. فإذا كانوا هم لا يعلمون والرئيس العام وصلته معلومة أنهم لا يعلمون، إذن من هم هؤلاء أعضاء الشرف؟ أظهروهم لنا. هذه واحدة. الموضوع الثاني، عندما تحدث الأمير عبدالله بن مساعد في تصريحات صحفية وقال أنه الأمور في نادي الاتحاد ممتازة، وأنه إدارة نادي الاتحاد نموذج لاحظ في تسديد الديون، وهذا الكلام قبل أشهر قليلة. الآن الرئيس العام بناء على الأوراق الرسمية اللي وصلته يوقف الانتخابات الجمعية العمومية بسبب الديون، إذن هناك معلومات يعني غير صحيحة. أيضا نقطة مهمة أخرى، القرض قال الأمير قال في تصريحاته أنه القرض البنكي سيكون لتسديد ديون نادي الاتحاد الخارجية والتي وصلت إلى الجهات الدولية، وحتى لا يصدر قرار دولي ضد النادي. تسرب للناس كلها خطاب واضح يبين أنه القرض جزء من القرض، وكلف لجنة، لاحظ أنه كلف لجنة من اللجنة الأولمبية ومن مكتب رعاية الشباب للإشراف على صرف هذا القرض للديون الخارجية اللي عليها شكاوي في الإدارات السابقة. تسرب خطاب بموافقة اللجنة المكلفة على أن يصرف جزء من القرض لبيتوركا، بيتوركا من الإدارة الحالية. بيتوركا ليست له شكوى في 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 في, في المنظمات الدولية، وليس له قرار، وبالتالي كيف سمو الأمير يطلع ويقول إنه هذا القرض للشكاوى الخارجية والديون الخارجية في الإدارة السابقة ويصرف على بيتوركا، والشرط الجزائي لبيتوركا بعد العملية الغريبة العجيبة في إلغاء عقده وإعطاه شرط جزائي ثم إعادته وإعطاه مقدم عقد جديد وشرط جزائي جديد، هذا جزء يبين جزئية الفوضى في العمل الإداري وجزئية التخبط الناتجة زي ما قال أسامة من معلومات مضللة تصل للرئيس العام رئاسة الشباب. غير المعلومات المضللة، لم يكن هناك جهاز رقابة على ما تم صرفه من الرئاسة العامة لنادي الاتحاد، وبالتالي صرفه فيما اشترطت الرئاسة العامة لرعاية الشباب. لا، كان في لجنة يا خالد. طيب كان في لجنة مكلفة للإشراف على القرض، مكلفة من لؤي ناظر، وأعتقد محمد أمير روزي مدير مكتب رعاية الشباب وأمين صندوق النادي، وهم اللي كانوا موقعين على الخطاب اللي طيب تسرب. كيف تم صرفه لبيتوركا وبيتوركا لم يكن من ضمن المديونيات الخارجية؟ هذا الكلام، هذا السؤال. طيب. هذا السؤال اللي احنا نطرحه. إذن. وأصلا القرض تمت الموافقة عليه من أجل تسديد الديون الخارجية. طيب. في الإدارات السابقة والشكاوى اللي فيها قرارات في اللجان الدولية. إذن نكتفي بهذا القدر من هذا الخبر وننتقل للخبر الثاني الموجود معنا في صحيفة المدينة. رؤساء الاتحادات الخليجية في الدوحة لتقرير مصير خليجي 23.
أبو زياد، دورة الخليج على الرغم من المصاعب التي مرت بها وعلى الرغم من اختلاف الكثير حواليها وعلى عملية استمرارها لاحظت كثير من الصعوبات، العراق، اليمن، الكويت، الأحداث التي حدثت في الكويت، وما زال هناك نفس طويل من قبل المعنيين بها ومن قبل المسؤولين عنها لاستمرار هذه الدورة. خالد، استمرارها أنا أقول خلينا نقول نرجع للموضوع اللي دائما يناقش، أنها إرث قديم وأنها تمثلنا إحنا الخليجيين، هذا متفقين عليه وانتهينا من الموضوع. ولكن يجب أن دورة الخليج لا تؤثر على مشاركة المهمة. وش المشاركة المهمة؟ أن تلخبط برامجنا في المشاركة الآسيوية، تلخبط برامجنا في تصفيات التأهيل لكأس العالم، هذا المهم. أما مسألة والله نقيمها ما نقيمها، لذلك السنة هذه تحديدا طبعا عندنا مشكلة، مشكلة أن الكويت طبعا اجتماع اليوم اللي في أو بكرة في الدوحة لرسائل الاتحاد الخليجي، أول شيء عندنا مشكلة أن الكويت لا زالت تحت الحظر نعمل في الفيفا، هل ترفع ما ترفع هذه الجزئية، اتفقوا عليه الاتحادات الخليجية وأصبحت البديل قطر، هذا على الأقل حلينا جزئية المكان لو الكويت ما رفع عن الحظر، برغم أنه الآن أعطيت مهلة الكويت في الاجتماع الأخير أنه احتمالهم يرجعون ثاني مرة وترجع الكويت للبطولة. ولكن الأهم يا خالد الآن تصفيات كأس العالم، أنت الآن حسب البرنامج المعد لك أنه كأس الخليج بتصير في ديسمبر 2017 وهذه إشكالية على المنتخبات الخليجية الأربعة، السعودية، العراق، قطر، الإمارات، اللي بتشارك وين؟ بتشارك في بطولة الخليج، أنها بتشارك في ذيك اللحظة، لأن تصفيات كأس العالم المؤهلة طبعا الآسيوية بتكون ضمن المباريات بتكون في وقت كأس الخليج اللي مقرر في ديسمبر 2017. لذلك أول قرار يفترض أنه يتخذ اليوم في اجتماعات أو بكرة في اجتماعات الرؤساء الاتحادات، أول شيء تأجيل البطولة، تأجيلها لوين؟ إلى 18. طيب. وش أنسب وقت ال 18؟ أنسب وقت يكون من يناير إلى مارس 2018، لسبب أنه أصلا اللي بيتأهل ملحق احتمال يكون ملحق أحد الفرق الخليجية يعني تطول المسألة عنده إلى يمكن يوصل إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر، بالتالي ما عندك مجال إلا آخر ديسمبر أو بداية يناير. لذلك يفترض اليوم في اجتماع رؤساء الاتحاد يقررون أن بطولة الخليج ستقام في التاريخ اللي هو من يناير إلى مارس 2018، على الأقل تكون هيئة منتخباتك للمتأهلة لكأس العالم تكون تهيئت بشكل جيد وتروح المسابقة بشكل، وتكون على الأقل قبل معسكراتك اللي بتروح أنت فيها الكأس العالم إذا تأهل فريق خليجي. أما إقامتها في 2017 هذا خطأ كبير تحمله الاتحاد الخليجي إذا وافقت عليه. والسعودية حسب علمنا أنها بتكون من أول الدول في حال أقر عليها الاتحاد الخليجي وصروا على أنها تقام في نفس الوقت اللي هو 2019، بتكون أول دولة تشارك في الفريق الأولمبي في هذه البطولة. طيب. أستاذ عثمان، باختصار حول هذا الموضوع، لأن باقي عندي خبر ومقال، دورة الخليج هل نستطيع أن نشبهها بالميت دماغيا وهناك محاولة من الأطباء لإنقاذه؟ لا، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. أنا أعتقد أن دورة الخليج بطولة مهمة وبطولة كروية وبطولة مشاهدة وبطولة العائلة الخليجية، لكن أنا أتفق تماما مع أخي أسامة وأقول أنه أتوقع أنه على الأقل أربع منتخبات من اللي حيجتمعوا غدا لديهم فيتو واعتراض كبير من الأجهزة الفنية على إقامة البطولة خلال 2017، على اعتبار أنه هذه المنتخبات الأربعة وهي تحديدا السعودية والإمارات وقطر والعراق المشاركة في التصفيات في بطولة تصفيات آسيا وكأس العالم لن يقبل يعني المدربون لمنتخباتهم في أن تزدحم وأن فترة تجهيز وإعداد والمشاركة في البطولة الأقوى والأهم أو التصفيات الأهم ببطولة رغم يعني أنها بطولة ثانوية بطولة غير محترفة، إلا أنها لها تأثيرها الخارجي الكبير. وبالتالي أنا أعتقد أنه كل النقطة الأساسية التي ستناقش غدا هو الموعد المناسب لإقامة بطولة الخليج القادمة بعد 2017. طيب، إذا خلونا نأخذ آخر الأخبار معنا في هذه الحلقة وفي صحيفة الرياض. روس تفرغ للتدريب واليوناني للتأديب كذبة إبريل، دونيس مدرب كبير. طبعا
طبعاً الملاحظ مشاهدي الكرام بعد نهاية مباراة الأهلي والهلال التي انتهت بفوز أهلاوي قاوم 3 أهداف مقابل هدف واحد، والتي على أثرها استحق الأهلي بطولة الدوري قبل نهايتها بجولتين، لاحظنا هناك خروج بعض الصحف التي قللت من حجم وإمكانية المدرب دونيس من خلال التقارير بثت في هذه الصحف، ومن ضمنها أيضا ما هو موجود الآن في صحيفة الرياض. أسامة، سؤالي لك، يعني أين هم من تحدثوا عن أن دونيس مدرب فاشل، مدرب لا يصلح أن يقود الفريق الهلالي عندما حقق الهلال بطولة كأس ولي العهد؟ خلينا أول شيء أقول لك، يعني هو مو بتقليل من السيد دونيس، يعني الصحف اللي خرجت هو من ضمن صحيفة الرياض، ليس تقليل من السيد دونيس، ولكن قد تكون أخطاء يعني اي مدرب يرتكبها، يعني وهذا متوقع في عالم التدريب، يعني مو مدرب، مو يعني من المستحيل، يعني من الاستحاله انه يعني عفوا خليني اخذ جزء من الشت الثاني، يعني كذبه بيل دونيس مدرب كبير، يعني لا 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 تقليل، هي نقول يقول خالد هي الاخطاء بعض المرات، يعني تصف عنوان معين، ولكن ليس انه والله المدرب هذا سيء، ولكن اللي اقصده انه دائما اي مدرب حتى على مستوى العالم، اذا كان مورينيو مدرب تشيلسي من افضل المدربين في العالم عنده اخطاء، بالتالي استغنى عن فريق تشيلسي الانجليزي. المدربين عندهم اخطاء، نعم عندهم قناعات عندهم، ولكن انت تستطيع انك بمناقشتك كجهاز اداري في اداره النادي او كجهاز يعني مساند له في تغيير هالقناعات، هذا المهم. ولكن التقييم المدرب كعمل المدرب، من يقيمه؟ يقيمه الجانب الفني، الناس الفنيين، الناس المدربين الفنيين، اما يقيمه يعني شخص يعني غير فني مجرد رؤيه ومجرد عطف، هذه لا يفترض ان يكون عليها نوع من يعني الاستفهام. ولكن الجانب الفني لما يقيمه شخص فني ومن خلال خطه اللعب، من خلال اسلوبه، صح دونيس اخطا، لديه بعض الاخطاء، لديه بعض التغييرات اللي لم يوفق فيها في مباريات معينه، خسر نقاط ما يفترض، ولكن في المقابل فيه نصيب اخر وهو اللاعبين. مستحيل اي لاعب، مستحيل. أيوة. مستحيل انا اقول لك هذه النقطه اللي كنت بتكلم عنها، يعني اللي هم اللاعبين. امس زميل يوسف الصرحاني كان معنا قال 25% على الاداره، 25% على المدرب، 50% على اللاعبين. بهذا التصور، هل الاداره، هل اللاعبين خذلوا المدرب والاداره؟ انا اقول اللاعبين يتحملوا الجزء، ما هي مساله خذلان بقدر ما هي ان اللاعبين ما استطاعوا انهم يقدمون الشيء المطلوب منهم في اثناء المباريات. المدربين عندما يقدمون عمل ويعطيك خطه ويعطيك طريقه واللعب وكيف الشيء اللي بتقدمه، وبالتالي يجدك في داخل الملعب لا تؤدي، طبعا ما نقول بس ما يكون ادائك بالشكل المرضي، بالتالي سيكون خساره. طيب، احنا الميدا نقطه الخلاف، مشاركه الميدا، طبعا الميدا في بدايته لم يكن مرضي للهلاليين قطعا، يعني خلينا نتكلم عن الميدا، يعني إصرار دونيس على مشاركة الميدا، يعني هل هذا يعني يعطينا دلالة على أن الرجل يبغى يثبت للإدارة الهلالية وللجمهور الهلالي أن اختياراته كانت يعني سليمة؟ لا بالعكس، الميدا للمعلومة الميدا جالس يقدم مستويات طول الموسم الرياضي، مستويات مميزة مع الهلال، استطاع أنه يكون هو يوم من الأيام يسوي يسمونها ايش كلمة السر مع إدواردو، ويصير إدواردو قريب من الهدافين. الميدا كان لها أدوار خفية في داخل يمكن صندوق الخصم، كل هالاشياء كان الميديا قدمها. عمليه مشاركته قدام الاهلي تحت تاثير الاصابه وبالتالي خروجه من الشوط الاول، هذا قد يتحملها المدرب بحكم انه اصر عليه، او الجهاز الطبي بحكم انه اعطاه الضوء الاخضر ان المدرب ان اللاعب هذا يشارك. ولكن انا لا اتحمل كمدرب انه والله التبعات ما يحدث في داخل المباراه، ولكن انا اقول دائما في مقوله دائما الهلاليين يردونها، انه لاعبي الهلال يستطيعون ان هم من ينجحون اي مدرب، اي مدرب يحضر الهلال، ولكن ما شاهدناه في يمكن الامتار الاخيره وتحديدا في مباراه الاهلي، اللاعب الهلال لم يستطيع انهم هم اللي ينقلون المدرب، لاعبي الهلال كانوا اقل عطاء واقل مستوى فني، بالتالي خسروا. لذلك كانت في سنوات ماضيه كانت المقوله هذه تنجح مع الهلال، الهلال بمجموعه النجوم الموجودين فيه، مجموعه اللاعبين اللي يقدمون عطاءات مميزه، كانوا يستطيعون ان يعني يمكن يخلون المدرب اللي في الظل يستطيع ان يطلع في النور بالمستويات اللي يقدمونها والبطولات اللي يقدمونها. ولكن في الوقت الحالي اصبح لاعب الهلال اضعف من انه يستطيع انه يقود مدربه
بالتالي حتى لو كان مدربه ضعيف يستطيع أن يقوده إلى منصات جديدة. ما حققه دونيس في الفترة الماضية من بطولات هي بطولات دائما أي مدرب يسعى لها، مدرب دائما مدرب الغريب على الوسط اللي يجي فيه ويشتغل فيه بشغل يعني الجميع لا يعلم عنه يستطيع أن يحقق بطولة. حقق كأس الملك في فترة كان جديد على الوسط الرياضي، جاء بطولة السوبر نفس الشيء، كانت بطولة تعتبر مع منافس تقليدي وكان النصر يدخل فيه حماس إنه لازم يعوض خسارة، بالتالي كان الهلال يمكن أو الدونس استطاع أن يعرف مفاتيح الضعف عند النصر. جت مسابقة كأس ولعت كان متمرس وحققها دونس. فبطولة الدوري لا تلغي، أنا في وجهة نظري صح دونس عنده أخطاء ولكن لا تلغي نجاحات دونس السابقة، ولكن مسألة التقييم معه في نهاية الموسم الرياضي أنك تقيمه كجهاز إداري من إدارة الأمير نواف بن سعد تقييم الجيد، إذا كان يعني دونس الآن لو يحقق كأس الملك ويتأهل دور الثمانية في دور الستة عشر هل نقول عنه موسمه ناجح ولا موسمه فاشل؟ نقول ناجح لأنه حقق شيء الجميع كان يرغب في الهلاليين وهو أن يحقق لهم بطولة ويتأهلهم إلى دور الثمانية. أستاذ عثمان في حدود دقيقة لما عندي وقت عشان الوقت المتبقي راح أخليه للمقال. ما حصده دونس خلال موسم رياضي نقدر نقول شبه كامل هل أنهته مباراة الأهلي؟ والله شوف أنا خليني يعني أبدأ من مدخل آخر، يعني أنا كنت أتابع بعض الزملاء الإعلاميين وحتى بعض اللاعبين القدامى اللي هم أصبحوا الآن كتاب ويطرحوا آراء جيدة، كانوا يقولوا عن دونيس إنه مدرب فاشل، إنه مدرب صغير، الهلال أكبر منه، إنه بل ما كانوا يقولوا عليه مدرب، كانوا يقولوا عليه متدرب، وكنت أشوف إنه هذا شيء من جلد الذات، وكنت أشوف إنه يعني مبالغة، لكن بصراحة أنا بعد مباراة الأهلي ومن خلال ما سبقها من أيقنت إنه هم على حق لسببين رئيسيين أقولهم على عجالة. السبب الأول هو انه يعني هو فعلا متدرب عندما اصيب الميدا بعد ما انتهى الشوط الاول، الشوط الاول انتهى يعني كان باقي فقط دقيقه واحده من الوقت بدل الضايع واللاعب يطلب تغيير دقيقه واحده، هو سارع وغير اللاعب ونزل اللاعب باقي دقيقه واحده، يا اخي الدقيقه هذه يقول للاعب خليك واقف ثابت عند قلبين الدفاع حتى تنتهي الدقيقه، بين الشوطين تعطي لنفسك فرصه انك يعني تركز على التغيير والبديل اللي انت حتلعبه، وايضا تستفيد من عنصر انك تفاجئ مدرب الاهلي باللاعب اللي انت حتشركه. هذه الدقيقه نزل فيها عبد العزيز ما مسك كوره، لكن عرف مدرب الاهلي بين الشوطين مين هو البديل، ولا يمكن انه مدرب الهلال يرجع مع بدايه الشوط الثاني الى تغيير ثاني. يعني الشيء الثاني هو انه دونيس في اغلب المباريات دائما او اكثر المحللين والنقاد الرياضيين يقولوا انه الشوط الثاني هو شوط المدربين، دائما في كثير من المباريات عندما تدخل في الشوط الثاني ويحدث تغييرات يؤثر سلبا على الفريق. طيب اذا نختم هذه الحلقه مشاهدي الكرام بهذه الوقفه مع المقال. طبعا المقال من صحيفه اليوم للكاتب الزميل سلطان الزايدي بعنوان نهاية صبر الأهلي دوري. يقولون في الأمثال من صبر ظفر، والأهلي السعودي صبر طويلا حتى حقق بطولة الدوري، ولكي يعلم الجمهور الرياضي مدى قيمة هذه البطولة وقوتها ينظر لتاريخ بطل الكؤوس النادي الأهلي، فالفريق الهلاوي كان يحقق كل شيء ويصعد لمنصات التتويج في كل حين ويصل لنهائيات كثيرة كفريق بطل، لكنه لا يحقق بطولة الدوري، وهذه كانت معضلة بالنسبة لهم. فعندما استشعر القائمون على شؤون الأهلي بأهمية هذه البطولة وأيقنوا أن الفريق البطل يجب أن يحقق بطولة الدوري وهي المقياس الحقيقي لأي فريق كرة قدم في العالم، عدوا العدة لها، وفي كل موسم كانوا يتحسنون ويتقدمون، عانهم على ذلك حكمة وصبر الأمير خالد بن عبد الله رئيس أعضاء الشرف السابق والداعم الرئيس للفريق الأهلاوي. هذا الأمير قال ذات يوم الأهلي سيحقق الدوري ولكن بترو وهدوء، فالعمل والتخطيط لتحقيق بطولة مثل بطولة الدوري يحتاج وقتا وصبرا من الجميع، لم يلتفت يوما لمن يردد الأهلي بطل المنافسات ذات النفس القصير، عاد للمشهد الرياضي وهو يفكر كيف يصل بالأهلي إلى بطولة الدوري. اليوم الأهلي هو بطل الدوري بفريق قوي وعناصر تصنع الإنجاز بخطوات ثابتة، من كان يراهن أن الأهلي لا يملك مقومات التفوق في بطولة الدوري اليوم هو يخسر الرهان، وعليه أن يغير قناعاته، فالعمل وحده من يصنع المنجز.
طبعا كان هذا جزء من المقال الذي كتبه الزميل سلطان الزايدي في صحيفة اليوم بعنوان نهاية صبر الأهلي دوري ونهاية هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام الذين كانوا موجودين معنا في داخل هذه الحلقة، وبالتحديد زميل أسامة النعيمة الذي كان موجودا معنا في داخل الاستوديو. شكرا أبو زياد. شكرك أخي خالد، الشكر زميل عثمان، الشكر للمشاهدي الكرام. أيضا الشكر موصول للزميل عثمان أبو بكر مالي الإعلامي الرياضي من مكة. شكرا للزميل عثمان. شكرا أخوي خالد، وشكرا للزميل أسامة، وحي الزميل سلطان. والحقيقة هون يعني توارد خواطر بيني وبينه في اليوم في مقالي في الجزيرة، نفس الفكرة تقريبا. أنا سبت مقالي لأولة العقد الفريد، وكان نفس الفكرة عن هذا النادي الكبير الذي لم يغيب عن منصات التتويج لكنه أكمل لأولة عقده الفريد في البولات الرياضية. هذه نعتبرها سناب شات على الهواء، ها؟ طيب، إذا شكرا للزملاء الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة، الزميل فيصل العصيمي من الإعداد، والزميل هشام العقيل في الإخراج. وفي نهاية هذه الحلقة، صلوا على سيدنا محمد على آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى اللقاء.